وللمزيد حول وضع التعليم والسياسات التي انتهجتها حكومات ما بعد الاحتلال في العراق والتي أوصلت التعليم لمراتب متدنية عالميا، ينضم إلينا عبر خط الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدوليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. أهلا بكم دكتور. عندما تتحدث وزارة التربية عن أن 50% من المدارس بحاجة إلى إعادة تأهيل، فعلينا أن نقارن أوضاع المدارس في العراق قبل وبعد الاحتلال، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن بأول كلمة اقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ مع الأسف الشديد، وخاصة في بلاد الحرف الأول في العالم العراق الذي صاغ أول حرف للبشرية. الحقيقة المأساة للمشروع الذي استهدف العراق بشقيه العلمي والتكنولوجي والسياسة وبكل المراحل الأخرى، الفصائل السياسية وغيرها، نلاحظ أنه التركيز على مقومات بناء المجتمع استهدفت بالكامل، لأنه التعليم هو ركيزة أساسية لبناء الإنسان والقضاء هو للعدالة، فهاتين الركيزتين استهدفتا بالكامل منذ البداية. هذا جانب. الجانب الآخر، المعلومات الإحصائية تشير إلى أن عدد المدارس في العراق قبل 2003 كان بحدود 14,000 مدرسة، هذا الرقم 14 إلى 15,000 مدرسة. نعم. الآن بعد الاحتلال من 2003 ولحد الآن عانت هذا المجال بشكل كبير لعدة أسباب. السبب الأول هو أن القائمين على العملية السياسية أتى بهم المحتل لتدمير البلد لا بناء البلد، فهم لا بحاجة إلى بناء ولا بحاجة إلى إعمار، لأن الذي يقاتلني مع أعدائي ويدخل مع المحتل لغزو البلدي هذا لم يفكر في بناء لا مدرسة ولا غيرها. الجانب الآخر أن موضوع المخاصصة الطائفية الذي انتاب العراق بعد 2003 هذا أثر كثيرا على هذا القطاع وشرد الكفاءات العراقية التي كانت نعم. تعمل في ذلك الوقت تحت مسميات كثيرة، الاجتثاث والمخاصصة الطائفية، وهذا يمين وهذا يسار وهذا مني وهذا علي، الموالي لإيران يجب أن تكون لهم الحصة، وهم أغلبهم أصحاب شهادات مزورة. جانب الآخر هو عدم الاستقرار الأمني واستهداف المعلمين والمدرسين والناتي على جانب المدارس. للأمانة في 2004 أنا كنت في على أحد المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، وباشرنا ببناء 32 مدرسة في عموم العراق. هذه المدارس لم يكمل منها إلا 6، البقية لم يسمح لها بالإكمال. تخيل هذا الكلام من 2003. لماذا دكتور؟ في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، هل هو الفساد فقط أم هناك تدمير ممنهج للعملية التعليمية؟ بمعنى آخر، النسبة كبيرة من المدارس غير المؤهلة بحسب اعتراف الحكومة في بغداد تدفعنا للسؤال عن مخصصات التعليم أين تذهب؟ قضية الفساد هو العامل الأساسي. أنا قلت في بداية حديثي أن الذين أتوا مع المحتل همهم الأساسي تدمير البلد، تدميره اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا واستهداف الكوادر العلمية. عندما تستهدف المعلم ويظهر وزير التربية، وهذا ليس اتهاما له وإنما هذا تصريح مصور ومتلفز ومنقول، قال 3/4 المعلمين لدينا أو المدرسين لدينا هما مطايا، مع احتراماتي لمن هذا المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، يأتي الوزير الذي يدير التربية يقول عنهم هكذا. فتخيل أنت مستوى الذين يديرون التربية، وزارة التربية التي خضعت بشكل قاسي للتغيير السياسي والمنهجي والطائفي وبث السموم وتغيير المناهج، إضافة إلى أن العاملين على هذه الوزارة هم ينخرهم الفساد من الرأس حتى الأساس، وإلا لا يمكن أن نهدم مدرسة قائمة ونعطي مقاولة لجهة أيا كانت هذه الجهة ونعطيها الأموال ومن ثم لا يكتمل العمل ولا تخضع للمحاسبة. إذا هناك عمليات تدمير ممنهجة
هذا تدمير ممنهج، هذا ليس خطأ. مثلا احنا عندنا مثلا من مجموع 1000 مدرسة 10% من هذه المدارس لم تكتمل لأسباب فنية أو لأسباب تلكؤ المقاول، ولكن هذا الكلام كله لم تعمر خلال الفترة ما بين 2011 وإلى 2020 إلا 400 مدرسة. وهذه المدارس هذه المدارس في عموم العراق على بلد ميزانيته 100 وما يزيد، يعني هذا رقم دكتور، يعني هذا الرقم يعني في الحقيقة غريب جدا ومذهل عندما نتكلم عن 400 مدرسة فقط في 9 أعوام تقريبا يعني، وهذا بالمقابل يتسبب في انتشار ما يسمى بظاهرة المدارس الطينية. وبالتالي أنا أسأل هنا، لماذا أو بكيف يفسر انتشار المدارس الطينية في محافظات بعينها؟ أخي الكريم، لأنه هناك لا توجد هناك رغبة في التعليم. هناك النظام التعليمي في العراق قبل الاحتلال كان من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة وفي العالم، وهذا بشهادة اليونسكو. والذين يريد يرجع إلى هذا التقارير وهذه الإحصائيات، المدارس الطينية لأنه عندما تهدم في ناحية أو في قرية أو في محافظة تهدم المدارس القديمة وتفجر، هناك مدارس أنشئت وفت وتم تفجيرها من قبل الميليشيات أو من قبل الفئات الإرهابية التي دخلتها أمريكا وإيران إلى العراق لتدمير العراق. فبالتالي أهالي المنطقة يضطرون إلى أنه إلى الأساليب المتوفرة لديهم حسب الإمكانية. الأهالي ترى هذه المدارس الطينية بنوها الأهالي، ما بنتها وزارة التربية. بالمناسبة هذا الكلام يعيدنا إلى أنه أين تذهب المبالغ المخصصة لبناء المدارس، أين ذهبت، من الذي يحاسب عليها، من الذي سيحاسب عليها؟ سمعنا في سمعت للتقرير عن محافظة النجف، هل يعقل أنه احنا 9 أعوام قضية فساد في بناء مدارس لم يحسمها القضاء؟ يعني هذا الكلام يدل على أن هناك نية مبيتة على عدم محاسبة الفاسدين، عدم محاسبة من يقوم بتدمير هذا القطاع. أتعرفون أن 7 مليون طفل الآن متسرب، الأم لا يقرأ ولا يكتب؟ أتعرفون أن نسبة الذكور من الذين يجيدون القراءة والكتابة بعد 2003 من الذكور 53% فقط ومن الإناث 23% فقط؟ يعني هذا الكلام يعني هذه مأساة كبيرة، هذا تجهيل المتعمد لجيل قادم. إضافة إلى أنه الألم يخرج المعلمون والمدرسون مطالبين بحقوقهم وضربوا وأهينوا، وحتى حملت الشهادة الماجستير والدكتوراه في العام الماضي. هل توجد دولة في العالم تهمل التعليم إلى هذا الحد؟ هل يوجد في العالم نظام ميزانيته الانفجارية ميزانية هائلة؟ نحن نتكلم عن العراق قبل 2003 في زمن الحصار. في زمن الحصار كان هناك اعمار المدارس نعم كانت هناك ضعف في الكوادر التعليميه، كان هناك ضعف في الرواتب. طيب. دكتور اخيرا الى اي مدى ترى ان هذا العجز الكبير في عدد المدارس والذي افرز بدوره دواما ثلاثي للطلاب يمكن ان يخرج طلاب على قدر مقبول من التعليم؟ انا اعتقد انه مستقبل التعليم فيها في العراق مستقبل لا يبشر بخير، هذا من جانب. الجانب الثاني انه هذا التدمير في التعليم الحكومي اباح فتره السياسيين واصحاب الاموال الحرام ان ينشئوا التعليم الخاص او التعليم الاهلي اللي لم يكن معروفا في العراق، فاصبح هذا هو البديل عن النظام الرسمي الحكومي الذي كان كل العراقيين يدخلون المدارس الحكوميه وباعلى مستوى ومجانيه في التعليم. الزاميه التعليم اين ذهبت؟ يعني انت في المرحله الابتدائيه كانت نسبه الداخلين 100%، كان يحاسب الاب اذا ما يدخل ابنه الى المدرسه وهو في عمر 6 سنوات. الان المتسربين 7 مليون، انت تخيل 7 مليون من مجموع الجيل الشاب، ماذا تعني؟ تعني ان نحن على 40% من هذا الجيل هو امي لا يقرا ولا يكتب. تخيل انه هذا الوضع، هذا الرقم يعني بحد ذاته يجب الوقوف عنده من كل النواحي. يعني لان هناك حقيقه عندما نقول اهمال، الإهمال يعني قد هو أكثر من كونه إهمال. نعم. نعم. أشكرك دكتور هلال الدليمي، أشكرك جزيلا، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.